مرجان الرحلة في الأيام، مرجان الموجة في الأحلام، مرجان الرحلة في الأيام، مرجان الموجة في الأحلام. للحق يبارز بالسيف ويواجه عنفا بالعنف، للحق يبارز بالسيف ويواجه عنفا بالعنف. وثلاثة فرسان معه ارتحلوا، ركبوا الأهوال صعودا ما نزلوا. وثلاثة فرسان معه ارتحلوا، ركبوا الأهوال صعودا ما نزلوا. والصدق لهم خل خامس، مرجان مرجان مرجان. المبارزة مع الفرسان الثلاثة. وأخيرا استطاع مرجان أن يقابل المحافظ، ولكن المفاجأة أنه لمح الفارس ذا اللحية السوداء وخرج مسرعا ليلحق به. يبدو أنك تشعر بالملل يا صديقي، هل أستطيع تدريبك؟ ها؟ ماذا قلت؟ هيا نتبارز، هيا. تحسنت كثيرا، أكثر منك. تنحني عن الطريق، ابتعد، هيا ابتعد. ما الذي يجري هنا؟ ما هذا؟ حزام كتف جديد، أليس كذلك؟ إنه من أفضل الأنواع، هل أعجبك؟ مذهل جدا، يبدو أنه غالي الثمن، من أين اشتريته يا ترى؟ اسمع، لا تلمسه بيديك هاتين، أتفهم؟ أتفهم؟ لا تكن هكذا يا باطش، دعني ألقي نظرة عليه من الخلف، هل تسمح؟ لا لا تفعل هذا، سمعت؟ افسح الطريق، ابتعد! كفى كفى كفى! أنت فارس آخر ولست الذي تحداني لأبارزة. من أنت يا هذا؟ من هذا؟ يدعي أنه تحدى فارسا. نعم، لدي موعد للمبارزة. يا ما هذا الهراء أيها الصغير؟ تقول هراء؟ أنا جاد. كف عن هذا، أنت ضعيف يا صغيري. لست ضعيفا أبدا. أنت ثرثار. أستطيع مبارزتك في الساعة الواحدة في الساحة الخضراء، تعال ونازلني إذا شئت، فأنا متدرب جدا. تريد أن تموت؟ حسنا، أنا مستعد لمنازلتك يا صغيري. حسنا، لقد تأخرت. ذاك هو. توقف. ماذا؟ من أنت أيها الصغير لتأمرني هكذا؟ لدي أعمال مهمة ويجب أن أذهب حالا، فلا تعطلني عن أعمالي. توقف قلت لك أيها الجبان. أقاتلك أنا وحد اليوم، لا لن أقاتل. إذا كنت سوف تبقى هناك فسأحضر وأقتلك. ماذا؟ إنك لست من أبحث عنه. تعالوا أبارزني هيا. أنت الآخر تريد مبارزتي؟ حسنا، لا أعرف ماذا أفعل.
أنا في عجلة من أمري، موعدي مع فاتك في ساحة الخضراء في ساعة 12 ومع باطش في الواحدة، لماذا لا تؤجل هذا الآن؟ حسنا، شكرا لك، مع السلامة. حسنا، هذه أخبار سارة. أيتها الزهرة الجميلة، لماذا أنت مختلفة عن باقي الزهور التي في الدنيا؟ أريدك مزهرة إلى الأبد، رغم أن جمالك يجعل قلبي متوهجا. آه من أشواقي. آه ما أجمل هذا، أنا أحب شعرك يا هارس، أكاد أن يخشى علي. أطربني بأشعار أخرى. لا، ليس الآن يا عزيزتي، في موعد آخر. لماذا؟ على الرغم من أن السكر لذيذ، فإن كثيرا منه يكون مؤذيا. إنك شاعر رائع. لا تستمع، أخرج من هناك. مرحبا يا هارس، أخبرني من فضلك يا هارس. ماذا؟ لماذا أنت غاضب مني؟ الحجر الذي ألقيته أصاب الآنسة. لم أفعل هذا عن قصد، أنا آسف. إنه صديقك أليس كذلك؟ انظر إنني بخير يا هارس. تقول إنها بخير. سوف أبارزك يا مرجان. تبارزه؟ لقد عاملك بوقاحة ولن أسامحه أبدا. هارس، إذا جرحت في هذه المبارزة فذلك سيحزنني كثيرا. يسعدني أن أتبارز من أجلك ولن أهتم للنتيجة. هارس، إنك فارس الفرسان. ما أرقك. معذرة يا هارس، معذرة سيدتي، إنني في عجلة من أمري، أراك في الساعة الثانية. حسنا، عند الثانية خلف قصر المحافظ. بالمناسبة، هل رأيت فارسا ذا لحية سوداء؟ لا 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 أعتقد ذلك. أين ذهب يا ترى؟ يجب أن أقبض عليه حالا. مع السلامة. هارس، هارس، مرحبا بك. مرحبا بك هارس، أريدكم أن تؤدي لي خدمة. يا لها من مفاجأة، وأنا أيضا أريد منك أن تصنع لي معروفا، أهذا ممكن؟ وما هو ذلك المعروف يا ترى؟ سوف أقاتل مرجانا وأريدكما أن تحضرا. ماذا؟ ماذا تقول؟ وأنا أيضا جئت لكما لكي تؤيداني. وتريد أن تبارز؟ هذا صحيح، إنها مصادفة غريبة. ماذا؟ ماذا؟ وأنا أيضا. في أي وقت؟ اليوم. اليوم؟ نعم اليوم. ذلك الصغير يريد أن يبارزنا جميعا، إنه لا يقدر الأمور حقا. ربما لا يكون جادا بالموضوع. أراهن على ذلك، لكن لا يوجد وقت له للأسف، ربما يكون قد هرب خائفا، أؤكد ذلك، صدقاني. لنذهب إلى مكان اللقاء ثم نرى ذلك. ماذا؟ هل هذا صحيح؟ نعم، عمل جيد، عمل جيد. كيف يتجرؤون على المبارزة قرب بيت المحافظ؟ دعني أرسل الحراس للقبض عليهم جميعا يا سيدي. انتظر، الساحة التي يتبارزون فيها ليست ملكا للمحافظ ولن ينفع الاعتراض. فهمت. لندعهم يتقاتلون ثم نقبض عليهم جميعا. اجمع عددا من الفرسان الجيدين. نعم، سوف انتقم منهم هذه المرة. شرشور افتح. نهار سعيد أيها الكابتن شرشور. ساقا ما زال يتبعني، يا له من أحمق. أين ذهب يا ترى؟ أخرج من هناك أيها الفارس، هل تسمعني؟ أيها الفارس، ما الذي يجري يا ترى؟ اسكت، لا تتكلم، فسوف أقتل هذا الشقي الآن. غريب، لا يوجد هناك مكان للاختباء، وبرغم من ذلك قد هرب. أين ذهب يا ترى؟
عطشت. خطوة أخرى أيها الأحمق. غريب، لا أستطيع رؤية أحد، ربما تكون تخيلات فقط. أين ذهب يا ترى؟ كان هنا قبل قليل. ها؟ إنها الثانية عشرة، إنه وقت المبارزة مع فاتك. حسناً، سأذهب حالاً. سوف نضع أنفسنا في ورطة إذا وجدوا هذا المكان. اسمع، عليك بالحذر حتى لا يكتشف أحد أمرنا. حذر؟ ذلك الشقي قال إنه سوف يبارز فاتكا. لا أستطيع أن أفهم كيف يجرؤ على مقاتلته، إنه غامض. أشعر أن الموعد قد قرب لمقاتلته ثانية. أنا متأسف. أنت تفزعني. لقد تأخر. ها قد جئت أخيرا. متأسف لتأخري. اعتقدت بأنك سوف تبحث عن عذر لتأخيرك. ماذا؟ لا تحسب أنني خائف منك، أنا لست بهذا الضعف، أفهمت؟ أنا فارس، فلنبدأ الآن. الآن؟ هل أنت جاد؟ بالطبع أنا جاد. أنت لا تعرف القوانين، أليس كذلك؟ ها؟ إن القوانين تنص على أنك تحتاج إلى اثنين من زملائك ليشهد المبارزة. ها؟ هذا صحيح؟ انظر، إن صاحبي هناك، انظر. حارس وباطش؟ أنت لا تعرف قوانين الفرسان بعد يا مرجان، يجب أن تتعلمها أولا. لماذا لا نؤجل نزالنا حتى ذلك الوقت؟ يبدو أنك جرحت بالأمس، عندي دواء ممتاز، انظر، تفضل. إنه نوع خاص من زيت الأعشاب لعلاج الجروح. شكرا، ولكنني لن أقبل. ولم لا؟ لأنني سوف أقاتلك ولن أقبل عرضا من عدوي، أتفهم هذا؟ لا مساومة. هذا غريب، ربما أتهموا بأنني انتصرت عليك لأنك مجروح، لذلك لن أنازلك حتى يلتئم جرحك. ما رأيك بهذا الاقتراح؟ أليس مناسبا؟ أجبني. لقد سحبت نفسك، أليس كذلك؟ كف عن تكرار الاقتراح لتأجير النزال بسبب الجرح، هذا مجرد عذر. هذا ليس عذرا يا باطش، أنا جد فيما أقول. إذن لابد أن تكمل النزال يا مرجان. لا لا، اسمع، كنت سوف أقاتلكم جميعا، لكنني أجد أن هذا مستحيل. عما تتحدث؟ إذا خسرت مع واحد منكم فلن أستطيع أن أنازل الآخر، أليس كذلك؟ حسنا، لماذا لا تقاتلونني جميعا في نفس الوقت؟ هل هو جاد؟ حسنا، إذن أنت جاد بخصوص المبارزة. بلى أنا جاد، لقد قلت أنني سوف أبارزكم جميعا. بالمناسبة يا فاتك، ألن تستعمل هذا الدواء؟ كلا، لا تقلق، لن يؤثر الجرح علي خلال القتال أبدا. هل أنت متأكد؟ حسنا، أنت وشأنك. هيا استعد يا مرجان. فلنبدأ يا مرجان. فلنبدأ. لقد بدأ القتال، فلنقبض عليهم الآن يا سيدي ولنضرب ضربتنا المناسبة. لا تتعجل، لندعهم يتقاتلون حتى يملوا ويتعبوا، لا تتعجل. هذه أخبار جيدة وممتازة للكابتن عوسج.
أتمنى أن يكون باستطاعتك كليهما الفوز في هذه المبارزة. لا تكن سخيفا يا هارس، فاتك يعامله بليونة. هل تعتقد ذلك؟ نعم، إن طعنات فاتك مدهشة جدا وأنت تعلم ذلك. وقد تجنبها مرجال كلها بمهارة. مبارزة طويلة. يبدو أن كليهما قد تعب، اقبضوا عليهم. توقفوا عن القتال، توقفوا عن القتال. انظر يا فاتك، إنك تعرف أن المبارزة ضد القانون، أليس كذلك؟ ارمي سيفك وتعال معنا. سحقا، اغرب عن وجهي هذا، هيا ابتعد. إذا لم تأتي معنا في الحال فسوف نجبرك على ذلك. ارمي سيفك، هيا نفذ الأوامر. لقد اختاروا حراسا أقوياء جدا، إنهم هنا لينتقموا منا. أنت على صواب يا هارس، إنهم يفوقوننا عددا، فما العمل؟ هل نرمي سيوفنا ونطيع أوامرهم؟ إن هذا سيغضب المحافظ. أنت على صواب. لا تقاوموا. ماذا تقصد يا هذا؟ إننا نفضل أن نموت على أن نطيع أوامر حراسك. سوف تندم. لن أندم. متأسف يا مرجان، لنؤجل هذا إلى وقت آخر. هيا استعد. لا، لن أبرح هذا المكان. دعوني أقاتل معكم لو سمحتم. سوف أتحداهم جميعا من الآن. هيا. صغير وطائش. هيا. خذ. أحسنت أيها الصغير، واصل القتال. شكرا يا هارس. سحقا يا هارس، اقبضوا علي. انك مشاكس. شكرا. ولما الشكر؟ استسلم في الحال. لا، لن استسلم. افضل الموت على الاستسلام. اقتلني اذا شئت، اقتلني. ما؟ انه من خيرة الحراس، وقد استطاع مرجان ان يغلبه. كيف؟ ماذا ستفعل يا جوري؟ هيا اتخذ قرارك بسرعة، عليك ان تستسلم مع جماعتك. معك حق، هذا هو قراري، استسلموا جميعا. لقد انتصرت. ها؟ لقد انتصرت بجدارة. إلى اللقاء. سوف أنتقم منكم. أنت فارس شجاع يا مرجان، لتكن صديقا لنا من الآن فصاعدا، ما رأيك بذلك؟ حقا؟ رجاء استخدم هذا الدواء يا فاتك. نعم بالطبع سأستعمله. أجل، هاته. كيف حالك يا صغيري؟ لا تقل صغيري، لقد رأيت قدراتي.
أنا آسف، ومن الآن سأدعوك بالفارس الصغير، فما رأيك في ذلك؟ توقف رجاءً. أحقاً؟ بالمناسبة يا فاتك، أين نتقاتل؟ لا تقل ذلك يا مرجان، الأصدقاء الجيدون لا يتقاتلون بعضهم مع بعض. هذا صحيح. أتعني أن خرنوبا لم يتصل بالدوقنون بعد؟ هل أنت متأكد؟ متأكد يا سيدي. إنه دائما حذر، إن الدوقنون لابد أن تكون مستاء من ذلك. حسنا، أخبر لولو أن تراقبه جيدا. متأسف يا سيدي، لقد وجدنا بعض الفرسان يتبارزون وحاولنا القبض عليهم، ولكن أعرف ماذا تريد أن تقول. أعلم بالأمر. وصلت إلي الأخبار يا جوري، لقد حاول الحراس منعهم من المبارزة، وهذا كل ما في الأمر. ولكنهم قاوموا وهاجموا الحراس. حسنا، سوف أخبر الحاكم بالأمر. نعم. لقد أصبح مرجان والفرسان الثلاثة أصدقاء، لكن عوسجا يريد أن يوقعهم في مصائب كثيرة. ثم ما سر الدوق خرنوب مع الدوقة نونة؟ ماذا يدبران في الخفاء؟ هذا ما سوف نراه في الحلقة القادمة. تجمدت أوصاله، تقلبت الدنيا وذاقت.